أنا من هذا المكان أنا أقول متبرأة منهم، متبرأة من عائلتي، متبرأة من عشيرتي، متبرأة من المجتمع اللي أنا ربيت به. في هذه الحالة كيف حالك لما الواحد بيكون عنده مذهب بيتعرض للتنمر، بيتعرض للقمع، بيتعرض للاضطهاد، البعض الآخر بيرفضه، كيف حالك؟ فالمسيحيين في السودان مضطهدين من حيث أنه في العمل بنلقى أنه خانة الديانة دي بتكون خانة أساسية للتقديم عشان تلقى الشغل يعني. فالأفضلية دائما بيكون للمسلم. كونك عود حرطاني من صعب جدا لأنك تجبر فرص تمويل أو توظيف. Some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Yeah. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street, nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Yeah. Wow. Yeah. It's so safe. الذكورية تستفحل زي ما هي موجودة النهاردة. يعني بنتك هتموت، مراتك هتموت، مامتك هتتقتل، يعني العنف هيزيد وهيمس ناس تقرب لك، ما فيش حدا يبقى آمن على النساء في حياته. أنا ألبس اللباس العربي لأرسل رسالي إلى العالم، نحن العرب والمسلمين لا يوجد عندنا أي مشكلة مع المثليين. المساكنة مع دهرة المساكنة عمري ما جربتها من قبل. السبب اللي راه باقي ما قمتش بهذا العمل هو باقي ما لقيتش شريك مناسب. أنا من هنا القدام إذا كانوا عندي أولاد يمكن لي نشجعهم على هذه التجربة. نجد الستات كلهن محجبات وفي ظنهن أنهن مطالبات بذلك. اثنين أزواجي فعلا أنا بعيش معهم زي الأزواج، أوكي كل واحد لحاله. اندرياس ساعدني لما كان عندي لم شمل. اندرياس اول واحد يمسح دموعي. نحن لدينا ثقافات مختلفه، تاريخ مختلف، ولكننا نتفاهم مع بعضنا البعض.